السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي بناتي طلاب الصف الثاني الإعدادي، السادة أولياء الأمور الكرام، أهلا بكم جميعا في فيديو النهاردة اللي بنحل فيه الأداءات الصفية والأداءات المنزلية أو الواجبات المنزلية الموحدة، وكذلك الاختبارات الأسبوعية للأسبوع الثالث. فابقوا معنا ونبدأ أولا بالأداءات الصفية. معنا أول نقطة، My TV is broken، التلفزيون بتاعي مكسور. Can you نقط، الإجابة هتبقى letter A اللي هي repair بمعنى يصلح أو يصلح. رقم 2، What activities would you prefer to، الإجابة هتبقى letter C do، ما الأنشطة اللي أنت تفضل أن تؤديها. رقم 3، Special pens and brushes are used to make beautiful writing known as نقط. known as طبعا الإجابة هتبقى letter C calligraphy، ومعنى الجملة إن أقلام خاصة أو أقلام مخصوصة وفرش مخصوصة بتستخدم لجعل الخط جميل، ودي طبعا معروفة باسم فن الخط اللي هي calligraphy. رقم 4، Students who can't see well should sit in the of the class، الطلبة اللي ما بيعرفوش يشوفوا كويس يجب ان هم يقعدوا في انهي جزء من الفصل. الاجابة طبعا هتبقى letter A foreground، يعني الجزء الامامي من الفصل. رقم 5، it's a that you can't come to the party، طبعا it's a shame يعني انه من الرخيص انك انت ما تقدرش تحضر البارتي الحفلة. رقم 6، try to not the meaning of this word، حاول انك انت ايه معنى هذه الكلمة، طبعا الاجابة هتبقى letter B guess بمعنى يخمن. رقم 7، everyone congratulated me on اللي هي letter A on passing my math test، يعني الجميع هنأني على اجتياز اختبار الرياضيات. رقم 8، to be not is to be happy about the good things in your life، طبعا الإجابة هتبقى letter C pleased، لأن pleased بتساوي happy بمعنى مسرور. رقم 9، I am waiting excitedly to get not a plane for the first time، to get on a plane، معنى get on a plane يعني أركب طائرة، for the first time يعني الأول مرة. رقم 10، He answers customers' calls، واحد بيرد على مكالمات الزبائن. In a big store، في متجر كبير. He is a not worker، يبقى he is الإجابة letter A call center worker، يعني عامل بمركز اتصالات. يلا بينا دلوقتي على الأداءات المنزلية، وأول نقطة معانا Sarah is a nurse، she works in the children's not in the hospital، الإجابة letter C ward يعني جناح، جناح الأطفال في المستشفى. رقم 2، I am looking forward to، الإجابة تبقى letter C visiting Luxor and Aswan، أنا أتطلع وأشتاق لزيارة الأقصر وأسوان. رقم 3، Mazin is he can't hear well، ما يقدرش يسمع كويس، يبقى الإجابة تبقى letter B deaf بمعنى أصم أو أطرش. رقم 4، A is someone who is between 13 and 19 years old، الشخص اللي عمره بين 13 و 19 سنة اسمه letter C teenager يعني مراهق. رقم 5، Every teacher should not students kindly، الإجابة تبقى letter C treat، treat معناها يعامل، يبقى يجب على كل مدرس أن يعامل students الطلبة kindly بعطف. رقم 6، شادي is deaf، شادي أصم يعني ما بيسمعش، but he understands us، لكنه بيفهمنا، because we use عشان احنا بنستخدم نقط language، الإجابة هتبقى letter A sign، ومعنى sign language زي ما انتوا عارفين لغة الإشارة. رقم 7، when you go on holiday، لما انت بتروح في أجازة، you can put your clothes in a نقط، تقدر تحط هدومك او ملابسك فين، طبعا in a suitcase اللي هي letter D يعني حقيبة سفر.
رقم 8 it isn't easy to friends in a big city. طبعا الفعل هنا هيكون letter C make، ومعنى make friends يعني يصادق. معنى الجملة كلها ليس من السهل انك انت تصادق او تصاحب اصدقاء او تكون صداقات يعني in a big city، في مدينة كبيرة. رقم 9 when you invite a person to your house، لما تدعو شخص لمنزلك they are your نقط، يبقى they are your guests يعني ضيوفك. letter A هي الإجابة الصحيحة. رقم 10 it is usually easy to not with people in other countries if you speak English. الإجابة هتبقى letter A contact، ومعنى contact with people يعني تتواصل أو يعني تتواصل مع الناس. ودلوقتي حان اللقاء مع التقييم الأسبوعي، ومعانا السؤال الخاص بجروب A. عندنا قطعة، طبعا قطعة فهم لازم تتقري كويس، هنقراها مع بعض وخلوا بالك. Reading is a very helpful habit، يعني القراءة عادة مفيدة جدا، مساعدة جدا لينا. It gives us new ideas، يعني القراءة بتعطينا أفكار جديدة. And improves our language، وبتحسن اللغة بتاعتنا. When you read، انت بقى لما بتقرأ you need to be in a quiet place، يعني انت محتاج انك تكون في مكان هادئ. It is better to wear your reading glasses، يعني من الافضل والاحسن انك انت تلبس نظارة القراية بتاعتك if it is necessary، لو ذلك من الضروري لك يعني. You should read different topics، يجب عليك قراءة موضوعات مختلفة. To remember what you read، وعلشان بقى تتذكر الحاجة اللي انت بتقراها. It is a good idea to have a pen in your hand، ففكرة كويسة انك انت تمسك قلم في ايدك، يكون في ايدك قلم. ليه بقى؟ To underline or circle the important points، علشان تحط خط او تخطط او تعمل دايرة على النقاط المهمة. Try to discuss what you have read، حاول انك انت تناقش اللي انت قريته with your friends، مع اصحابك. People read for different goals، الناس بتقرأ لأهداف مختلفة. Some people read for enjoyment، just to feel happy and spend a nice time. بعض الناس بيقرأوا من أجل المتعة، يدوبك علشان يحسوا بالسعادة والفرحة ويقضوا وقتا لطيفا. Others، معنى كلمة others هنا يعني الآخرين، والمقصود بيها الآخرين من الناس يعني، عشان دي عليها سؤال خلي بالكو. Others read for work، الآخرين من الناس يعني بيقرأوا من أجل العمل. Students read for their study or research، يعني الطلبة بتقرأ من أجل مذاكرتهم ودراستهم، وأيضا research يعني البحث بتاعهم. All of us read the news and the weather report، يعني احنا كلنا بنقرأ الأخبار وتقرير الخاص بالطقس. We also read messages، emails and letters that we receive، يعني احنا ايضا بنقرأ الرسائل والايميلات والخطابات اللي احنا بنتلقاها او بنستلمها من الاخرين. السؤال الاول عندنا How is reading a helpful habit، ازاي القراءة بتكون عادة كويسة عادة مفيدة؟ الاجابة طبعا من السطر الاول من بعد كلمة a very helpful habit، هنقول it gives us، انها تعطينا new ideas and improves our language. 2 why do you think you need to read in a quiet place، ليه تعتقد انك محتاج تقرأ في مكان هادي؟ الإجابة طبعا هتكون to understand what I read، لكي أفهم ما أقرأ. رقم 3
How can you remember what you read؟ إزاي أنت تقدر تتذكر ما تقرأه؟ الإجابة في السطر الرابع هنقول It is a good idea to have a pen in my hand to underline or circle the important points. النقطة الرابعة What do you think the word others refers to؟ كلمة others اللي احنا لسه قلنا عليها دلوقتي بتشير إلى مين؟ الإجابة طبعا هتبقى letter B اللي هي people. رقم خمسة The underlined word enjoyment means نقط. كلمة enjoyment اللي تحتها خط دي تعني ايه؟ تعني pleasure يعني بهجة وسرور وسعادة. group B My name is Judy I have a pen friend from England أنا اسمي جودي وعندي صديقة مراسلة من إنجلترا. her name is Rebecca يعني اسمها Rebecca. I am from الفيوم أنا من الفيوم. It's طبعا الإت هنا تعود على الفيوم. It's a large city إنها مدينة كبيرة with beautiful nature reserves nearby يعني بها محميات طبيعية جميلة بالقرب منها. I live with my parents and my brother in a flat أنا أعيش مع والدي وأخويا في شقة. My grandparents live in a flat downstairs جدودي بيعيشوا أو يسكنوا في شقة بالدور السفلي أو بالطابق السفلي. On Saturdays I usually get up early and help my grandmother with her shopping. Then I read or do my homework. يعني في أيام السبت أنا عادة بأنهض من الفراش مبكرا وبساعد تيتا في التسوق بتاعها وبعدها أنا أقرأ أو أعمل واجبي. In the afternoon وفي فترة ما بعد الظهر I visit my friends or play computer games with my brother أنا أزور أصدقائي أو ألعب ألعاب كمبيوتر مع my brother أخويا. My favorite subjects المواد الدراسية بتاعتي المفضلة are math and English هي الرياضيات واللغة الإنجليزية. I am happy to have a pen friend because I am able to practice my English. يسعدني إن أنا يكون عندي a pen friend صديق مراسلة لأن أنا أكون قادر على إني أمارس لغتي الإنجليزية. أول سؤال Do you think it's a good idea to have a pen friend? Why? هل تعتقد أنها فكرة جيدة أن يكون لديك صديق مراسلة ولماذا؟ طبعا هنقول في الإجابة yes sure نعم بكل تأكيد. to الإجابة طبعا السبب يعني to be able to practice my English لكي أكون قادر على أني أمارس my English لغتي الإنجليزية. قولي طبعا من آخر سطر عندي أو آخر جملة عندي في الموضوع. رقم اتنين How does Judy describe her city؟ إزاي جودي بتوصف المدينة بتاعتها؟ الإجابة في السطر الثاني It's a large city with beautiful nature reserves nearby. ثلاثة Where do Judy's grandparents live؟ جدود جودي عايشين وساكنين فين؟ الإجابة في السطر الثالث آخره هنقول They live in a flat downstairs. النقطة الرابعة The underlined pronoun it refers to نقط. ضمير it اللي تحت الخط ده بيشير إلى مين؟ طبعا يشير إلى الفيوم letter D. رقم خمسة The underlined word grandparents means كلمة grandparents اللي تحتها خط ديت بتعني مين؟ طبعا بتعني grandmother and grandfather اللي هي letter B. تعالوا للنموذج سي. النموذج سي بيتكلم عن دكتور مجدي يعقوب. We should all be proud of دكتور مجدي يعقوب. كلنا يجب أن نكون مفتخرين بالدكتور مجدي يعقوب. He was born in 1935 in بلبيس. هو اتولد في سنة 1935 في بلبيس. But the family used to travel to many places. لكن العيلة
اعتادت أن تسافر إلى أماكن كثيرة because his father was an important doctor لأن والده كان طبيب مهم. ماجدي also became a doctor. ماجدي أيضا أصبح طبيب before he stopped working in 2001 يعني قبل ما هو هي دي تعود على مين؟ على دكتور ماجدي يعقوب. قبل ما هو يتوقف عن العمل في سنة 2001 he used to work in a special hospital in London. هو اعتاد أن يعمل في مستشفى خاصة بلندن. At this hospital في هذه المستشفى ماجدي used to help to give people new hearts for the first time. ماجدي اعتاد أن يساعد في إعطاء الناس قلوب جديدة وذلك لأول مرة. معنى الجملة هنا إن هو بدأ يزرع أو يعمل عملية القلب وزراعة القلب للناس وده كان طبعا أول مرة بتحصل في العالم. Before the 1980s يعني قبل فترة الثمانينيات من القرن الماضي people with heart problems الناس اللي كان عندها مشاكل بالقلب often used to die كان من المعتاد أن يموتوا. In 2009 وفي 2009 ماجدي يعقوب started a charity ماجدي يعقوب أسس جمعية خيرية for ill children in Aswan للأطفال المرضى بأسوان. Very ill children didn't used to live long lives الأطفال اللي كانت عيانة جدا لم تعتاد أن تعيش فترة طويلة أو ما كانش من المعتاد أن يحيوا حياة طويلة. But many ill children ولكن الكثير من الأطفال المرضى كان now يقدروا دلوقتي live healthy lives يقدروا دلوقتي يعيشوا حياة صحية يعني حياة سليمة. أول سؤال why do you think ماجدي يعقوب started a charity for ill children ليه في اعتقادك الدكتور ماجدي يعقوب أسس جمعية خيرية للأطفال المرضى؟ طبعا الإجابة هتبقى to help them live long lives علشان يساعدهم في إن هم يحيوا حياة أطول. رقم 2 why did ماجدي يعقوب's family used to travel to many places ليه أسرة ماجدي يعقوب اعتادت على أن تسافر لأماكن كثيرة؟ الإجابة عندنا في أواخر السطر الثاني وأول السطر الثالث because his father was an important doctor لأن والده كان طبيب مهم. Give a suitable title for the passage يعني اعطي عنوان مناسب لهذا الموضوع. طبعا الإجابة هتبقى دكتور ماجدي يعقوب. بعد كده رقم 4 بيقول the underlined pronoun he refers to نقط الضمير هي اللي تحت الخط ده يشير إلى مين أو يعود على مين؟ طبعا الإجابة هتبقى ماجدي يعقوب اللي هي letter A. رقم 5 the underlined word special means نقط كلمة special اللي تحتها خط في الموضوع ده special هنا معناها إيه؟ طبعا معناها letter C اللي هي not usual يعني حاجة مش عادية لأنها حاجة خاصة حاجة مخصوص. بكده يا جماعة نكون خلصنا كود الأداءات المنزلية والصفية والاختبارات الأسبوعية الأسبوع الثالث لتانية إعدادي. ألتقي بكم إن شاء الله مع أداءات الأسبوع الرابع قريبا على قناتنا بإذن